وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. تناول الاجتماع استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات وأجهزة الدولة للعاصمة الإدارية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع السادة الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضاً خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، حيث وجه سيادته في هذا السياق بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، أخذاً في الاعتبار أن حياة كريمة هي المبادرة الأضخم في تاريخ مصر من حيث نطاق تنفيذها ومدى تأثيرها، وبالنظر إلى ما ستسهم فيه من تحقيق نقلة نوعية وتحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري الذين يمثلون حوالي 60% من التعداد السكاني على مستوى الجمهورية.